السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم. فيديو جديد نفيد به ونستفيد، وريت الاشتراك على الصفحة الرسمية بتاعتنا فيسبوك. حضرتك لو أنت مثلا اتزنقت في إن البطارية زي كده فضيت وعندك بطارية زي دي كده احتياطي زيادة اللي هي بتاعت الريموت، فكرة بسيطة جدا وممكن كتير عارفها، بس إحنا بنقول أنت ما عندكش البطارية دي في البيت مثلا وعايز تشغل الساعة، بتخلع ورقة فاضي زي دي كده، أي سمك فاضل عندك، أكل فراخ أيا كان، بيبقى فيه الورق دوت، بتعملها كده اهو حضرتك. الساعة ايه؟ تخش دي مكان دي واحد ونص ودي واحد ونص. ثانية واحدة اهي. اشتغلت معانا اهي. وراكبة اهي كويس اهي. وبسيطة أوي إنك أنت تعملها. دي واحد ونص ودي واحد ونص. هتشغلك وهتشتغل كويس جدا جدا ومفيش اي مشكله. الى اللقاء في فيديو جديد نفيد بيه ونستفيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.